أصدقائي، والنهاردة برنامجنا عن العلم وعن الكمبيوتر مع ضيف برنامجنا النهاردة مع مهندس الكمبيوتر حسام الدين محمد حسين. أهلا بك يا باشمهندس في برنامجنا، وطبعا موافقنا أن العلم هو كل شيء ولا إيه؟ طبعا أكيد طبعا. والكمبيوتر أحدث حاجة في العلم دلوقتي هو الكمبيوتر ولا حاجة ولا إيه؟ هو الكمبيوتر هو المحرك بتاع كل حاجة حاليا. لا يعني في اختراع جه بعد الكمبيوتر؟ يعني ما فيش حاجة جديدة طلعت بعد الكمبيوتر؟ لا، هو في اختراعات كتيرة بعد الكمبيوتر في الهندسة الوراثية ومجالات أخرى كتير، ولكن الكمبيوتر هو اللي بيقدر يوصلنا أو يوصل أبحاثنا لمجالات أعلى وأعلى وأعلى. يعني ما كناش هنوصل اللي وصلنا ليه من غير الكمبيوتر. طب يعني الكمبيوتر لازمنا قوي مش كده؟ طب احنا عشنا عمرنا كله من غير ما عندنا كمبيوتر، ولا وهنعيش بقيه عمرنا؟ يعني انا شايفه ان انا بنتي مهندسه كمبيوتر زي حضرتك، بس من وهي صغيره فاهمه. ويمكن انا شفت العالم الكبير زويل في الجامعه الامريكيه كان بيقول خطبه بيقول ان ابنه بيفهم في الكمبيوتر اكتر منه هو، يعني العالم زويل يعني ما بيفهمش في الكمبيوتر زينا برضه بالظبط، وابنه الصغير اللي هو قال عنده 8 سنين بعيد بيفهم في الكمبيوتر. طب ليه الولاد اسرع مننا فهم الكمبيوتر؟ هو فعلا هو ده سؤال جميل جدا. هو اولا الكمبيوتر اول ما الطفل بيشوفه او ما بيتعامل معاه بيلعب عليه الاول. اول حاجه بيشوفها اللعبه، فاللعبه بتجذبه ليه، بتخليه يحبه. في حين ان الكبير شويه اللعبه مش بتجذبه زي الطفل الصغير. فمن هنا هي اللعبه هي المدخل اللي بيخلي الاطفال يحبوا الكمبيوتر اكتر من الكبار شويه. طب ما انا بحب اللعبه بس برضه مش عارفه اخش. كلنا جوانا اطفال. هي معانا طفله، هي انت بتعرفي تخش على الكمبيوتر؟ بلعب اللعب كمان والله. هي في لعب ايه في الكمبيوتر بتعملوا عليها ايه؟ لعب ايه؟ جيم وتعملوا ايه؟ والعربيات بس باشمهندس ابتدوا يقولوا دلوقتي ان الكمبيوتر بقى له خطوره، لما بيراسلوا بعض ولما يكلموا بعض ولما يعملوا برامج ممكن يعملوا تشات عليه او يعملوا مناقشات يعني. لا هو كمان في، انا قريت مره واحد سرق بنك بالكمبيوتر. صح. بتحصل حاجات اكتر من كده كمان. طب يعني ازاي يسرق بنك بالكمبيوتر ما تقول لنا؟ لا هو ممكن بيدخل على قاعده البيانات بتاعه البنك مثلا ويعرف كلمه السر بتاعه العملاء مثلا، يقدر يدخل على حساب حد من العملاء يحول حسابات من حساب لحساب وحاجات زي كده. يحول من حساب العملاء لحسابه بالظبط. والكمبيوتر ما يقدرش، يعني ما بيفكرش. الكمبيوتر طبعا مش بيفكر. الكمبيوتر مش بيفكر. هو في حاجه حاليا بيعملوا ابحاث فيها اسمها ذكاء صناعي للكمبيوتر. بس برضو مهما كان لسه ما وصلش لنص حتى تفكير الانسان. انا شفت مره فيلم في يعني ده طبعا خيال علمي، يعني ان الكمبيوتر حب واحده، ده صحيح؟ انا شفت الفيلم ده. وكان كل ما يجي حد عشان يتقدم لها يتجوزها يقوم الكمبيوتر يلخبط الزيجه يعني. أيوة. ده ممكن ده يعني الكمبيوتر بيحس؟ لا مش بيحس خالص طبعا، يعني ما يعملش عواطف مع الناس. لا الكمبيوتر ما فيهوش اي عواطف، لان كل الحاجات اللي جواه احنا اللي بنغذيه بيها. فبالتالي ما فيش عاطفه انا بحطها بنفسي واطلبها تاني. ما يبقاش اسمها عاطفه. ده كان خيال يعني. يعني الكمبيوتر سلاح ذو حدين، يعني زي ما بيفيدنا بيضرنا بالظبط كده. زي مثلا القنبله الذريه، الابحاث الذريه دي بتفيدنا في مجالات الطاقه واشياء كتيره جدا مفيده. وفي نفس الوقت استخدمت كقنبله ذريه دمرت هيروشيما وناكازاكي وحاجات زي كده. يعني نقدر نقول الكمبيوتر بيلغي عقل البني ادم؟ لا، هو المفروض بيقلل ذكائه. طيب لا، ولا برضه بيقلل ذكائه، المفروض هو بيضيف لينا حاجات لا يمكن ان العقل البشري يقدر يعملها. في حسابات معقده وحاجات كتيره جدا المخ ما يقدرش يعملها. لا يعني يا باشمهندس، كان الاول الآلة الحاسبة دي، يعني الأول كنا بنحفظ جدول الضرب ونقول 5 × 5، دلوقتي على طول الولاد يروحوا عاملين على الحاسب ده يطلعوا جدول الضرب من غير ما يفكر، لأنه بيبقى برنامج. بس مش ده بيوقف ذكاء الأطفال شوية يعني ولا إيه؟ هو ما نقدرش نقول بيوقف ذكائهم. ما نقدرش نقول كده، ولكن هو بس بيدينا نتائج في وقت اسرع. يعني لو هناخد مثال مثلا مدرسه من المدارس، ويمكن ده برضو بيستخدموه في لتعريف الكمبيوتر مثلا. مدرسه وانا دلوقتي عندي فيها طلبه كتير. طالب اسمه فلان، طالب اسمه فلان، طلبه كتيره جدا، وكل طالب ساكن في منطقه معينه وفي سنه كام. دي كلها بيانات دخلت للكمبيوتر. جه في وقت من الاوقات الطلب ان عايزين مثلا حصر بكل الطلبه اللي ساكنين مثلا في منطقه مصر الجديده او في منطقه الجيزه في منطقه دقي. فكل اللي بعمله بطلب من الكمبيوتر بقول له اديني الطلبه اللي ساكنين في منطقه الدقي مثلا. يوم يجيب لي بيانات الطلبه دي على طول، يسهل لنا يسهل حاجات كتير صعب. ان الانسان لو عملها
هاخد منه وقت كبير شويه. هل الكمبيوتر يساعد ست البيت في بيتها؟ يعني ست البيت اللي مش دارسه ولا عامله بس مجرد تتعلم الكمبيوتر، يساعدها في ايه الكمبيوتر؟ يعني بيقولوا دلوقتي الكمبيوتر المفروض يبقى في كل بيت، يعمل ايه لست البيت؟ يعمل لها ايه؟ هي ممكن حاجه من الحاجات اللي في الكمبيوتر في البيت، لو في انترنت في البيت تقدر تخش على الانترنت طبعا. ممكن تدخل على مواقع كتير قوي تعلمها وصفات طبيخ، اكل يعني طبعا. ويقول لها تعملي ايه لو هي ام، في تخش على مواقع تقول لها اساسيات التربيه الحديثه للطفل الصغير والحاجات اللي زي كده. في مواقع للصحه تقول لها قواعد الصحه والاعراض اللي ممكن لو الطفل شعر بيها يبقى عنده مرض معين مثلا من الامراض. حاجات كتير قوي. لكن ما ينظفش البيت ولا يطبخش لا لسه ده في حاجه اسمها روبوت. الانسان الالي ده في حاجه زي كده، بس هو في الاصل كمبيوتر. الانسان الالي ده بيقولوا دخل في اليابان وبيستعملوه فعلا دلوقتي. يعني هو يطبخ الاكل؟ لا مش لدرجه انه يطبخ، هو ممكن يرحب بالزائرين، يقدم حاجه للناس، ينظف الارض، حاجات زي كده. ويتكلم برضه بصوت مين؟ بصوت واحد مسجله فيه. يعني صوت انسان. صوت انسان. يعني مش انا بفتكر الكمبيوتر ممكن وصلوا لانه يخلوه يتكلم، يعني يعمل صوت كده ويتكلم بصوته هو. هو في عملوا حاجه زي كده دلوقتي في برنامج الكمبيوتر اللي انا بدخله كلام مكتوب هو يقراه لي. بس حتى القرايه اللي هو بيقراها لي دي اصلا صوت انسان دخلها له. صوت انسان دخلها له، يعني بصوت انسان. هو ما عندوش حنجره. هو ما عندوش حنجره وما عندوش صوت وما عندوش عواطف. ايوه بالظبط. يعني حاجه اله بس، يعني زي اله في البيت. اله بس مفيده. اله مفيده. بيقولوا ان الكمبيوتر لغه العصر، الكلام ده حقيقي؟ بيقولوا الام النهارده اللي ما يعرفش الكمبيوتر. هي فعلا هي حاجه مهمه جدا. يعني زمان احنا مثلا او حاليا اغلب الناس بتكتب على ورق. حاليا بقى الناس متعوده تكتب على برامج، في برامج للكتابه على الكمبيوتر. لما اجي ببعت واحد مثلا، ببعت له جواب مثلا او اي حاجه، كان الاول بجيب ورقه وقلم وبكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه له. دلوقتي بقى طبيعي جدا ادخل ابعت حاجه اسمها ايميل، ادخل على الانترنت واكتب الايميل اللي انا عايزه، الكلام اللي انا عايز اقوله له. هو كمان قبل ما حضرتك تقول اصطلاحات احنا مش فاهمينها، يعني انا كنت عايز اسال يعني ايه ايميل، ويعني ايه ديسك، ويعني ايه موقع الانترنت، ويعني ايه سي دي، يعني حاجات انا بنسمعها ناخدها بالتدريج، ناخدها واحده واحده. نقول الاول يعني ايه انترنت الاول. الكمبيوتر بمعنى عامه، الكمبيوتر هو جهاز بمنتهى البساطة بدخل له بيانات تطلع منه معلومات. يعني ايه؟ يعني انا الكمبيوتر دخلت له بيانات مثلا مصنع او شركة فيها موظف محمد واحمد وسيد وممدوح، وكل واحد فيهم سنه كذا، وكل واحد فيهم ساكن في كذا، وكل واحد مرتبه كذا. بيانات دي اسمها بيانات لانها غير مرتبة خالص. يعني ايه تبقى معلومات؟ لما يجي بقى المدير يقول ايه، انا عايز كل الموظفين اللي اتأخروا الشهر اللي فات مثلا، او كل الموظفين اللي عمرهم اقل من 30 سنة، يوم يديله كل الموظفين اللي عمرهم اقل من 30 سنة. دي اسمها معلومة. يطلعها بسرعة على الكمبيوتر. لما تكون مرتبة اسمها معلومة. لما تكون غير مرتبة اسمها بيان الكمبيوتر. ولما انا مثلا عايزة طريقة عمل أكلة حلوة ولا طبخة ولا، هنا بقى يجي دور الإنترنت. ندخل على الإنترنت. الإنترنت ده محتاج إيه؟ محتاج يكون البيت فيه كمبيوتر، جهاز كمبيوتر، وخط التليفون. خط التليفون اللي احنا مش بنخش على الإنترنت إلا من خلال خط التليفون. أنا عندي كمبيوتر بس ما بشغلش تليفون معاه، يعني عندي كمبيوتر بنكلم بيه برا. بس ما بشغلش خط التليفون. بيبقى عبر خط التليفون، لأن هو أصلا متوصل عبر خط التليفون للإنترنت. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.